اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. هعمل النهارده مقبلات سلمون مدخن وهعمل معاها سلطه كرنب بالزيتون. هبتدي بمقبلات السلمون المدخن. المكونات: ليمون، مايونيز، بيض مسلوق، سلمون مدخن، كريمه حامضه، بصل، بشر ليمون، مستارده، شبت، طماطم مجففه، كيبر، وشطه او بابريكا اللي يناسب حضراتكم. هاخد بيضتين عشان ازوق بيهم، وهاخد شويه من الكيبر برضو، وهحط بقى كل المكونات في الطاهي المنزلي او الفود بروسيسور. والليمون اخد معلقه كده علشان ايه، معلقه مستر. طبعا هستعمل شويه من الزيت، مش هستعمل ملح خالص علشان السلمون المدخن حادق وعلشان الكيبر كمان حادق. نخلي دول هنا. والكريمة الحامضة، أي بقى مكون من المكونات اللي حضراتكم شايفينها أنا بحطها ده، يعني لو مش عايزين مايونيز بلاش مايونيز، ممكن تحط شوية زبادي بداله، بس الكريمة الحامضة هتعمل الإيه، الغرض اللي إحنا عاوزينه. خلي ده هنا. هاخد من البصلة من نص كده واحدة علشان برضو وانا بركب الطبق مع بعضه يبقى كل حاجة موجود منها. شوية من البصل وشوية من الكيبر وشوية من البيض، يعني دي لأ. زي ما قلت لحضراتكم مش هحط ملح، هحط فلفل اسود وزيت زيتون. اضرب احط بس ايه نقطة زيت كده على السكينة علشان وانا بقطع البيض ما يمسكش. تمام. الكيبر خليه هنا. حط بقى السلمون بالشكل اللي يناسب حضراتكم. انا هخليها كده علشان اقدر املى عليها الايه الخلطه اللي عملتها. واحده كده، يعني نعمل تقريبا ثلاثة. اغسل ايدي مكان الزيت. كده هيبقى كل اللي انا هعمله دلوقتي احط عليها الدريسنج. لا، احط بقى الاول كده معلقه كبيره كويسه على كل واحده. طبعا ده لوحده كده ديبنج، يعني ده ممكن يتحط في بوله وبعيش مقرمش بقى او باي حاجه ممكن ايه نستعمله ديبنج. كان ممكن برضو احط شويه من السلمون مع الخلطه، كل ده يعني يتضرب معاهم في الخلاط. وبعدين احط البيض هنا. قطعة من البصل، ماشي دي احسن. كيبر، خلي كلهم زي بعض، تلاتة تلاتة تلاتة. هرش عليهم بشر الليمون وفي الاخر الشبت، بس عايز احط على الايه هنا كده قطعة برضو او شوية كمان من الديبنج او الغموس. واحدة واحدة واحدة.
هرش عليهم شبت طبعا، كيبر وشبت وسلم مدخن، يعني تحس ان هم مخلوقين لبعض. ليمون، واخر حاجه هرش عليهم رشه خفيفه كده من زيت الزيتون، وهطلع فاصل وارجع اعمل لحضراتكم سلطه كرنب بالزيتون. خليكم معايا بعد فاصل. رجعت من الفاصل، عملت مخبلات السلم المدخن. هعمل دلوقتي سلطة كرنب بالزيتون. المكونات: عين جمل، زيتون اسود، رمان، كريمة حامضة، مايونيز، ليمون، جزر مبشور، كرنب احمر واصفر او اخضر، خيار مخلل، وتفاح. خلص الدريسنج، طبعا هيبقى فيه زيت زيتون وملح وفلفل، يعني اجهز الدريسنج وبعد كده اقطع التفاح والكرنب. معلقه من الملح صغيره، معلقه مايونيز، والكريمه الحامضة، واحط شويه جزر كمان معاه. يبقى كده الدريسنج جاهز على التقليب والتقديم. خلينا نمشي بترتيب احسن شويه، خلي التفاح للاخر علشان التفاح لو اتقطع وتساب ممكن يغمق. هقطعهم شرايح بالطول كده. طبعا لو مفيش غير كرنب نوع واحد خلاص مش مشكله. هشيل اول ورقه شكلها دبلان شويه، وهشيل الحته الناشفه دي هنا، وبرده هقطعه نفس التقطيعه. تمام، ممكن احط ده على طول في الطبق اللي هقدم فيه. حلو قوي. زي ما قلت لحضراتكم التفاح خليه للاخر علشان ما يغمقش. لو مش عايزين يغمق عندكم ليمون معصور جاهز، نقدر ناخد شويه من الليمون، يعني ممكن نعمل كده حاجه بسيطه خالص بس عشان ايه ما يغمقش. وبرده هقطعه بالطول علشان يبقى شبه الكرنب، شبهه في التقطيع يعني. خليه كده على جنب هنا، والخيار في الجنب ده، والجزر يعني شكلهم كده يبقى كويس وواضح. وقت الاكل حضراتكم قلبوا بقى بالهنا والشفا. الزيتون هخليه في النص هنا برضو. خلي بال حضراتكم من كميه الملح اللي هتتحط علشان الزيتون هيبقى حادق، فدايما ايه نخلي الملح خفيف. وعين الجمل، وهقلب الدريسنج بقى واحدة واحدة كده لحد لما الكريمة الحامضة تفك وكله يمتزج مع بعضه. دريسنج تقيل عشان مايونيز وكريمة الحامضة دايما هتلاقيهم يخلوا الدريسنج يبقى ماسك نفسه. بالمعلقة على كل مكون كده او على كل جزء من الطبق هحط شوية من الدريسنج عشان يفضل الزيتون باين.
يبقى اول طبق كان مقبلات سالمون بالبيض والكيبر، وتاني طبق سلطه كرومب بالزيتون. الف هنا وشفا، شوف حلقه جديده.